السلام عليكم. سأبدأ معكم ببعض المشتريات التي اشتريتها من مارجان وإيف غوشي وكذلك البيم. سأبدأ معكم بهذا السينيال الذي اشتريته، أعتبره همزة صراحة. هذا ثمنه الواحد في العادة يعني 20 درهما أو أكثر. هذا نوعين من السينيال، هذا نوع وهذا نوع، نوعين، هذا نوع وهذا نوع. اشتريتهم هما الاثنين في التخفيض في الأحد الماضي 29 في شهر 10. لا أعلم إذا كان التخفيض مستمر إلى 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 الشهر القادم، لا أعرف. المهم هذين الاثنين ب 21.95، يعني 22 هما الاثنين. هذه همزة كبيرة صراحة، هذان همزة كبيرة كما ترون. هنا الثمن كما ترون، 21 سيجنال باك سيجنال 21.95 كما ترون. هذا همزة. نأتي إلى همزة أخرى. هذا الشامبو الذي لديه محبون كتر إلتخادوس غارني. هذان الاثنين أنا أشتري للواحد من عند البقال ب23، وفي مرجان يعمل ثمنه 27، لكن هذين الاثنين اشتريتهم من مرجان الاثنين ب 40.95 وثمنه يعني 41 درهم، يعني كذلك الفرق ما بين البقال يعني 50 ريال، 50 ريال يعني للواحد، فرق 50 ريال. أما في مرجان فأظن أكثر، يعني هم يبيعونه ب27 للواحد. كذلك أنا هذا أعتبره همزة. كما اشتريت هذا الفوي صراحة في حاجة له، فوي مانيال يعني يدوي. هذا الفوي بي 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 هذا فوي ب25 درهم، هذا ب25 درهم اشتريته، أعجبني صراحة. كذلك اشتريت هذا المشط العجيب. هذا المشط أنا أفضله، لماذا؟ لأنه يمشط الشعر جيدا ويدخل ويحرك الدورة الدموية. صراحة أنا هذا المشط أحبه من ماركة هوليوود، هذا أحبه. ثمنه اشتريته كذلك من مرجان، أنا أحبه لأنه يحرك للدورة الدموية جيدا ويمشط الشعر جيدا، يعني يدخل أحسن من تلك المشط المودرن. صراحة جربتهم ولم أحبهم صراحة. هذا ثمنه ب7 يعني 8 درهم، 8 درهم. بغوس شوفو 8 درهم، أعجبني صراحة. نأتي إلى هذه المقلاة. هذه المقلاة لا تلصق، يعني لا تلصق كما ترون. هذه المقلاة لا تلصق، ثمنها 55 درهم. اشتريتها لكي
اعمل فيها البانكيك او البغرير، يعني معني مارك جيدة يعني، هي كذلك اعجبتني. سآتي بكم الى هذه الصلادي، هذه الصلادي صراحة اعجبتني. هذه الصلادي كما ترون اعجبتني، انتم كما ترون. ثمنها اعجبتني من مرجان صراحة، يعني ذات جودة عالية، ذات جودة عالية يعني كما ترون، يعني جودتها عالية. وهذا الزجاج الذي بها يعني سميك و كما نقول غليظ، يعني سميك. هذه اشتريتها بخمسة بـ24 درهما، اشتريت اثنين اعجبوني واشتريت اثنين، اشتريت اثنين صراحة اعجبوني، اثنين اشتريتهم بـ49.80 درهم، يعني مثلا 50 درهم. صلادي صلادي ماغين ماغين ماغين، اثنين اشتريتهم بـ49 درهم، صراحة اعجبوني. تضعين فيها الكاسية، صراحة اعجبوني. اعجبوني صراحة. هذا ما اشتريته من مرجان. لما اشتريته من مرجان الآن سآتي بكم إلى بيم. بيم اشتريت منها هذا لينيجيت مناديل رطبة، صراحة أعجبتني، حجمها كبير ويعني جيدة في الاستعمال أما ترون أعجبتني. أعجبتني اشتريتها بـ14 درهم من بيم، 14 درهم من بيم. نأتي بكم إلى منتجات إيف غوشي. إيف غوشي، منتجات إيف غوشي، هذا ما اشتريته من إيف غوشي، يعني سوف أجرب معكم هذه المنتجات. هذه المنتجات جديدة، هذه المنتجات جديدة مثل هذا البودر وهذا البلاش، بلاش أو فاراجو، البلاش أو فاراجو أو فاراجو. وهذا هذا يعني رأيت الكثير يشكر هذا هذا اشتريته، رأيت الكثير يشكرونه فأردت أن أشتريه. بودر بام، كات بام، كات بام، يعني بـ29 درهم.
المهم سوف أبدأ لكم. هاد جين نيطويون اشتريته ب49، يشكرونه. سوف أجربه، أنا عندي بشرة دهنية، سوف أجربه وأرى، أجربه وأرى إذا كانت، إذا كان مفعوله جيد أجربه. هذا داد بوم ليفغ سوان، هذا كذلك سأجربه وأرى النتيجة، لأني أول مرة سأشتريه ورأيت الجميع يشكره فأردت أن أشتريه. هذا ب29 درهم، وهذا البلاش كولور فيجيتال ب59 درهما، وهذا البودر الجديد ب119 من إيفغوشي. سوف أجرب وأرد عليكم. المهم هذه الأشياء فقط سوف أجربها وأقول لكم. هذه المشتريات اشتريتها يوم الأحد، كما أعطوني هنا بعد التخفيض بعض المنتجات يعني التي توجد هذا الشهر، توجد هذا الشهر كما ترون. هذه المنتوجة توجد هذا الشهر، من يهمها الأمر تذهب. وهذه الأشياء إذا اشتريتم تلك الأشياء ستأخذون هذه الأشياء كادو. هذا الكادو، هذا جديد، هذا إفيمات، هذا جديد، وهذه المرآة كادو، تأخذونها كادو، وهذا كذلك لا أعرف، هذا هو الجديد فيه. هذه باكي لباليت إكسبرت، يعني خفضوا من ثمنها. هذه الأشياء فقط، وشكرا لكم.